الفلبين أرخبيل من أكثر من 7100 جزيرة تقريباً، الأكثر شعبية هي بوراكاي. هذه الجزيرة الصغيرة أصبحت مكاناً رائعاً للترفيه والرياضة. في الجزء الثاني من فلبين لايف سنتعرف على رياضة التزلج على الماء ومهرجان قوارب التنين. أكثر من 900 رياضي جاءوا إلى هذه الجزيرة من أنحاء العالم للمشاركة في مهرجان قوارب التنين الدولي. بوراكاي تستضيف هذا الحدث للمرة السابعة. الفرق المتنافسة لها هدف واحد هو الفوز. الأجواء تكثف الحدث. هنا الجميع يهتف للتشجيع. الأجواء مختلفة ورائعة حقا. نستمتع بالمنافسة حيث الكثير من الفرق من دول مختلفة. ما نقوله عادة هو عدم التوقف حين تكون متعبا، بل حين تصل إذن يجب المواصلة. القوة والتحمل عاملان مهمان للفوز، لكن الأهم هو العمل الجماعي، تؤكد إحدى المنظمات التي تشارك في المسابقة أيضا. أولاً يجب الانضباط. المشاركة في مسابقة التجديف تتطلب التدريب اليومي والتمتع بروح الفريق. الفرق تستعد لهذه اللحظة منذ أشهر عدة، من بينها فريق بوكساي بوراكاي. هذا الفريق المتكون من 40 شخصاً يتدرب 5 مرات في الأسبوع. إنه مزيج من الثقافات المختلفة من الفلبين والسويد وفرنسا وروسيا وسويسرا وألمانيا. كلما اقتربنا من الماء نزداد حماساً، لكن الإثارة تصل إلى ذروتها قبل أن يبدأ السباق. حين تنطلق الزوارق من خط البداية يجب حينها التجديف. إنها اللحظة التي يخفق فيها القلب. فريق سيمون فاز بعدة ميداليات. روح الفريق كانت أساس العمل، معا تمكنوا من الاشتراك في السراء والضراء. إننا عائلة حقيقية ومتماسكة، هذا يجعل الحياة في بوراكاي أكثر جمالاً. هذه السيدة التي تبلغ من العمر 46 عاماً استقرت في بوراكاي قبل 12 عاماً. آنذاك جزيرة بوراكاي كانت أهدأ، على بعد 300 كيلومتر جنوب مانيلا، مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط. لغاية السبعينيات الجزيرة كانت موطناً لبعض قرى الصيد الصغيرة. حين اكتشف السياح جمال هذه الجزيرة الاستوائية الصغيرة، سرعان ما أصبحت من بين أكبر الواجهات السياحية في العالم. إنها ليست مجرد مكان جميل لقضاء العطل، بل واحدة من أفضل الأماكن للتزلج الشراعي على الماء. محبو هذه الرياضة يأتون بين شهري تشرين أول نوفمبر ونيسان أبريل. سيمون فتحت مدرسة لتعليم التزلج الشراعي على الماء. إنها رياضة أسهل مما كانت تتوقع. على الرغم من أنها معقدة أول 4 أو 5 أيام، فإنها رياضة متاحة للجميع. الكثير من الناس يحاولون ممارستها. كل شخص يتمتع بها بطريقته الخاصة. بالإمكان الانزلاق على الماء والقفز بأشكال متعددة. المدرب سانتي بوراس منذ أن بدأ يعشق ما يفعل. أمر مثير. الماء والرياح وعناصر مختلفة أخرى. بالنسبة لي التزلج على الماء هو التأمل، لأن كل شيء يجري بينك وبين الريح ولا شيء آخر. إنه مثالي وجميل. هنا في الفلبين السياح يأتون أيضاً للتمتع بجنة تحت الماء. في العدد المقبل من فلبين لايف سنتعرف على خليج دونسول في جزيرة لوزون. سنغوص تحت الأمواج بحثاً عن أكبر الأسماك في العالم. إنه سمك القرش الحوت العملاق.